سعداء بتجديد لقياكم مشاهدينا الأحباء، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. هذه آية في سورة يوسف عليه السلام، وتفيد العبرة من قصص الأنبياء، ومنها قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما عاناه وما لقاه من محن ومتاعب وغربة وبعد عن الأهل وما قصاه من ظلم وكذلك السجن. لكن رغم ذلك كان لتدين وخلق سيدنا يوسف عليه السلام سبب في خروجه من كل هذه المآزق والمحن، بل أصبح سيدا بعد أن اتخذوه عبدا. في هذه الحلقة سوف نتبين أحبابي المشاهدين الكرام أي تدين وأي خلق نريده لمسلمي أوروبا الذين يعيشون في الغربة، وكيف نكون قدوة لغيرنا من المسلمين، وكيف نغير هذه الصورة النمطية التي ألصقت بصورة الإسلام، وكيف يمكن أن نصححها كما قلت بالنموذج والقدوة والمعاملة الحسنة، وبالتالي بالفطرة السليمة. لنتبين ذلك أحبابي المشاهدين الكرام نستضيف لكم فضيلة العالم الجليل الأستاذ مصطفى الشنضيذ، وهو أستاذ باحث في علم الحديث يشتغل حاليا على مشروع مسلمي أوروبا والتدين الضروري بأوروبا، وهو إمام وخطيب مسجد المركز الثقافي المغربي بالدنمارك. أهلا بك أستاذي الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف هو حال المسلمين الآن يعني بالغرب بصفة خاصة بالدنمارك حيث تقيمون، يعني بيس سكوندناف؟ شكرا، أشكر الإذاعة والتلفزة المغربية على هذه الاستضافة، وشكر خاص لكم أستاذة. فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني طبعا هو موضوع متجدد، دائما نحن في انهمام بما يعني بأمر المسلمين في الغرب. فالمسلمون في الغرب كما تعلمين يعني ما يزالون يراوحون مكانهم، يعني ما يزالون كلما انطلقنا من مرحلة إلى مرحلة جاء جدد، مثل الآن مثلا هناك يعني المشكلة التي هي في سوريا واللاجئون الذين جاءوا، فتتجدد الأسئلة الشرعية فيما يتعلق الإقامة وحمل جواز السفر الأوروبي وكذا، فهذا من الناحية الشرعية، فتتجدد الأسئلة القديمة التي انتهينا منها منذ الثمانينيات. فيما يتعلق بأمور أخرى فيعني كأفراد، هناك أفراد متألقون، هناك أفراد متألقون في مشاريع مختلفة في ميادين مختلفة، وهناك انتكاسات نكبات بالنسبة لبعض الجماعات أو كذلك لبعض الأفراد. فحالنا ليس بأفضل حالا من الأوروبيين الأصليين، فيحتاج هناك أشياء نحتاج أن نعمل عليها لإثارتها وتجديد فيها والانشغال بها، وهناك أشياء ينبغي أن يعني نثني عليها خيرا وأن نزكيها وأن نفعلها حتى تتكاثر كتجارب وتكون في التجارب في كل بقعة من بقع أوروبا. قلنا هناك صورة نمطية ألصقت بصورة الإسلام، يعني هي إسلام دين عنف، إسلام دين كذا، فكيف يعني تتعاملون مع هذه الصورة النمطية وأنتم يعني من مسلمي الغرب؟ مدام الآن صارت المعلومة هي التي يعني تطرق بابك، لم يعد الإنسان يبحث عن أي تدين، عن أي دين، عن ما هي جذوره. الآن صارت الإعلام لم يترك لك الفرصة لكي تذهب وتبحث، فبالتالي الأوروبيون يعني في الغرب هو يأتي من النمط الذي يرونه في الإعلام في 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 المشاهد الإعلامية المتكررة اليومية، حتى انطبعت في أذانهم صورة نمطية عن الإسلام. فخصوصا الآن في ما يجري الآن في الشرق الأوسط، وهذا له ردة فعل وله يعني وقع وله يعني تأثير في التعايش والتأثير في التدين المسلمين في الغرب. وفي الحقيقة الآن ما يزال الأمر سلبيا، ونحتاج إلى أن نشتغل عليه أولا حتى نفكك المفاهيم، أي تدين، ما هي النمط، ما هو الوجه الذي ينبغي أن نظهره للغربيين، ما هو هذا الإسلام الذي يمكن أن
أن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة كما يظنه البعض. هذا الإسلام الذي جاء للإنقاذ الناس لا لكي يكون لكي ينضاف مشكلة جديدة على المشاكل التي يعيشها الغربيون. فنحن مسؤولون على عرض هذا التدين، هذا الإسلام أو هذا النمط الذي ينبغي أن نشتغل به. نعم، شباب المسلم، كيف تربون شبابكم أولادكم على أساس أنهم يحتفظون بهويتهم المسلمة أو أقول الإسلامية مع مسايرة الغرب في الحضارة، ويبينون هذا النموذج الصحيح للمسلم الذي يعيش وقته وزمانه؟ لا شك أن كل ذي رأي هو يعني يفرح برأيه. نعم. وكل جماعة لها فكر تحاول أن تنتج أجيالا نمطية من ذلك الفكر الذي يحملونه، ولسنا وحدنا بالسوق بحيث أن نقول نحن نربي وغيرنا، لكن عموما في أوروبا هناك تيارات إسلامية تتهافت على الشباب الجدد وعلى الشباب الصاعد الذي يبحث له عن أجوبة على كثير من الأسئلة التي يعني تروج في ذهنه. فكل تيار يحاول أن يعني يكسب أو يعني عددا أكبر من الأتباع ومن الأعضاء في الحركة الإسلامية أو من الذين يحملون نمط ذلك الفكر. ولكن الذي نشتغل عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى وهو تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة التي يحملها كثير من 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 من, من الدعاة، وإرجاع الناس إلى دين الفطرة، الفطرة السليمة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها، لكي يعني نذهب بها يعني يعني ما أسهل هذه الفطرة، ولكن نحن بكثرة التجارب صارت معقدة وهي بسيطة بيضاء نقية. كما أكدتم في لقاء سابق يعني مسبق قبل أن يعني لما كنا نعيد هذه الحلقة، أكدتم على أنكم في خطبكم وفي سواء كانوا حضروا معكم المسلمين من البلاد الإسلامية أو غيرهم تؤكدون على الجانب الأخلاق في الإسلام. نعم، فالآن الله سبحانه وتعالى خلقنا فأقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك، شوف هذه الإشارة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الدين القيم هو دين الفطرة، دين البساطة، دين حسن الظن، دين الابتسامة، دين السماحة، تفاؤل. دين العفو، دين التفاؤل، دين الأمل، دين العطاء، دين التضحية، دين الحب. هذا ما أبسط هذه التي كنا دائما ندعو إليها صارت معقدة صعبة المنال. شبابنا يلتزمون اليوم يبدأوا بالصلاة يفكروا في الحاكم وفي في 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 الدولة وفي كرسي الحكم والحكم يعني أمور أكبر منه، وهو ما يزال إن سألته عن بعض مبطلات الوضوء لن يستطيع أن يجيبك عليها. ولكن يعني فجأة تجدهم يتحدثون عن أمور يعني صراحة لا تمت إلى الواقع الذي يعيشون فيه بصلة، بحيث على أن الغرب يريد أن يرى منا أخلاق أولئك الصحابة الذين كانوا وصلوا إلى العالم بأخلاقهم وسماحتهم بعطائهم بعدلهم ببساطتهم. يعني الله أعطانا قلبا سليما في الولادة، يريد منا أن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا التحدي هو أن نترك الأجيال على هذه البساطة، على هذه السماحة، على هذا العطاء، على هذا التفاؤل. يعني هذا هو التحدي، مع أنه أمر بسيط، لكن بكثرة التجاذبات من الحركات الإسلامية والتيارات والأفكار، وكل يريد أن يعيش، ونحن في الغرب هذا يعيشك في 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 مصر، والآخر يعيشك في دولة أخرى. يعني صباح لابد ونحن نتعاطف مع قضايانا في الدول الإسلامية، لكن عندنا مشاغل وعندنا يعني مشاكل كثيرة نريد أن نشتغل بها وأن نؤصل لها وأن نشتغل يعني أن نعمل عليها. فهنا المسألة، فيعني شغلنا الشاغل أو شغلي وهو إعادة الناس إلى هذه الفترة، إلى هذه البساطة. يعني جدتي وأجدادنا يعرفون القبلة ويعرفون الصلاة ويعرفون الزكاة ويعرفون الصيام ويعرفون أركان الإسلام والإيمان وأركانه، ويعرفون الخلق الحسن، وهذه كما قال ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وبالتالي هذا هو التحدي الذي نريد أن نعمل عليه فقط. يعني هي مسألة بسيطة، فالأجيال
نريد أن يكون كل واحد في تخصصه يعني أن يذهب إلى 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 بعيد في 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 تخصصه الدنيوي، ولكن بخلق حسن، وإنسان يكون يعني بسيطا يؤدي واجباته الدينية، ولكن يكون منارة ومثار الإغراء للأوروبيين، للجيران في العمل، وللجيران في السكن، وللجيران في 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 المدرسة، وللجيران يعني حتى الآخر يغير، يبدأ يغير من هذا من طبع في ذهنه عن المسلمين. نعم، من ترسبات فيها نوع من التطرف وعنف وغيرها من الأمور كثير التي ألصقت بالدين. أستاذي كريم، غنطرح عليك سؤال ولكن الإجابة عليه لا يمكن أن تكون في الدقائق المتبقية من هذه الحلقة. سوف نترك يعني أن نتوسع في هذا الموضوع، لكن ما فيها بس نعمل هذه الإشارة. سؤال وجيه الآن يطرح على مسلمي بلد غير يعني الإسلامية، يعني مسلمي الغرب، كيف يمكن أن نحكم موضوع الاجتهاد في أمورنا الدينية في مجتمعات غربية، خصوصا في أمور مستجدة لم يكن يعرفها المسلمين في عهد بزوغ الدعوة الإسلامية، ويكون عندنا واحد النوع من المرونة في تطبيق هذه الأمور اللي فيها اجتهاد، حتى لا نترك مجال لكل من هب ودب ويفرض علينا أموره التي تبعدنا عن جوهر الإسلام. الآن نحن بحاجة إلى اجتهاد في تحقيق ما يسمى بتحقيق المناط. أما النصوص فهي واضحة، وسواء كانت نصوص الفقهاء أو نصوص الكتاب والسنة، إلا أن حتى تلك النصوص التي جاءت من قبل الفقهاء يعني كانت لابد وأنها أنتجت في بيئة لها خصوصية سياسية وخصوصية اقتصادية وخصوصية اجتماعية. فبالتالي إذن الآن ونحن نعيش في الغرب، أي اجتهاد نريد؟ يعني هل نحن لابد أن ننقل حرفيا ما كتب إلى الغرب في كل القضايا؟ هذا لا يعد لا يقول به عاقل. فنحن نحتاج إلى اجترار الأصول، اجترار الأصول الأولى، الأصول السادة المالكية التي أصلت إلى آلاف سنين في المستقبل، ونعملها. ولكن قد يكون لنا مخرجات أخرى وفروع أخرى وفتاوى وأحكام يعني تتوافق وتتواءم مع الوضع في الغرب. فنحتاج أولا إلى استعمال هذه الأصول، ثم إلى إنتاج فقه محلي في الغرب. هذا هو التحدي عندنا، خصوصا أننا هناك نعيش لسنا وحدنا، خصوصا في شمال أوروبا. يعني هناك الشافعي وهناك الحنفي وهناك الآخر، فهل من سبب إلى هذا التعايش؟ نعم، المذهب المالكي كما كان حاضرا في الأندلس فهو له القدرة يعني لكي يتأقلم ولكي يتعاطى مع الآخر، بل يراعي الخلاف عند الآخر، وله يعني من تتبع أدواته واشتغل بها سيصل إلى نتائج جيدة، وإلى اجتهادات، وإلى أحكام يعني فريدة تتواءم مع الغرب ولا تتعارض مع أصولنا، بل هي مستمدة من الأصول وتراعي المقاصد والمآلات يعني وتراعيها بشكل جيد. وهذا موجود في الغرب ولكن عند بعض الأفراد، ليس هناك يعني مؤسسة اشتغال اجتهادي لكي تنتج بكثرة وكثافة ما يصلح للمسلمين في الغرب. نعم، جزاك الله عنا خيرا فضيلة الأستاذ الكريم سيدي مصطفى شنضير، وأتيت من الدنمارك إلى غاية هنا مقر تسجيل بالاستوديو بالرباط لنبين هذا الموضوع، هو موضوع العصر الآن والمؤمن ابن وقته. ولعلنا يعني استرشدنا من حديث أستاذنا الفاضل بعد يعني هذا الخدم البحوث في هذا المجال، وهو يعاشر مسلمي الغرب وغير مسلمي الغرب، ويواجه يعني أمور كثيرة في هذا المجال، ويؤكد على الفطرة السليمة وعلى القلب السليم الذي يمكن أن يوصل هذا الإنسان إلى بر الأمان، وهو سفينة النجاة. إذن أحبابي المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن إصغائكم، نتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إلى لقاء قريب بحول الله.